زهرة الله يوفقك، روقي هلا. شلون بدي روق وهي تعبانة؟ آخ، طلبي من الله يقومها بالسلامة. واضح إنه بتحبوها كتير. هي كتير موجوعة، خايفة إني ما ألحق أشوفها. حجزتي بطاقة؟ عاصي بده يحجز لي إياها وبطلع بعد العرس لعندها. آخ آخ، صعب كتير يعيش الواحد بعيد عن اللي بيحبهم. مزبوط اللي عم تقولي. تعرفي شو اللي عم يخطر لي؟ يا ريت منخلص من قصة الشيخ بسرعة. أنا هذا كمان كان رأيي بالقصة. شو رأيك نطلع هلأ؟ أنتي قلتي إياه، خلي هالعرس يمضى على خير ونخلص. تمام. سليم بيك؟ ليلى؟ أنا أجيت لأتشكر حضرتك لأنه ما صح لي من قبل. عن جد حلوين الوردات. الورد للورد يا ليلى. يعني بس نحن إذا حطتنا شوي بيكون أحسن، ما هيك؟ شايف الوضع مو مطمن. زال الخطر عنا ليلى، أكيد ما حدا رح يشك فينا بعد هلأ. بس يعني أحسن إن... خليكي واثقة فيني. شو عندك اليوم المساء؟ أجلي الموعد لأني اليوم معزومة على عرس. طيب، منظبطها بوقت تاني. يعني أنا بعدين رح لاقي شي حجة مشان أطلع معك. معناها المستندات منبعتها بالفاكس. ماشي، بعطيهم لو سمحتي. بابا؟ شبك، يلا فوتي، ليش واقفة؟ أمي شو خير؟ وين يا ميسر؟ نحن عنا شغل ما منتأخر. شغل شو؟ ممكن أني أجي أنا معكم كمان؟ أنت فوتي لجوا وارتاحي، نحن ما رح نطول. يلا نوران، يلا. مرحبا، فيكي تعرفي أمي هلأ لوين راحت مع خالته؟ ما بعرف، آسيا لا تطلعي، منروح على الكوافيرة أنا وياكي. طيب يلا. قول يلي بدك ياه واعمل اللي بدك تعمله. ماجد مو ابنك، عم تفهم؟ ماجد ماله ابنك، حط هالشي حلقة بيدنك. شكلك صدقتي الكذبة اللي كذبتيها. صحيح؟ ماجد ابني وانت مخبية السر لهذا اليوم. ناريما؟ ايه فخرية. بدي افهم انتي بشو عم تفكري؟ بماجد ولا مشغولة بشي تاني؟ ايه فخرية، عم فكر بماجد اكيد ليكون عندك مانع. بس لا والله، لا عندي ولا غيره. اسمعي يا بنت، انتي من وقت اللي امه لماجد شافتك وهيك وضعك. خلص فخرية، مو ناقصتك انتي كمان. ماجد مو ابنك، عم تفهم؟ ماجد ماله ابنك، حط هالشي حلقة بإذنك. نعم ماجد، ممكن تتفضل لعندي على المكتب؟ أنا بدي أحكي معك بموضوع مهم. طيب ماشي، جاي فورا. ما بينفع هالكلامني فيه، هون اخترت عيش كرمالنا ريما. كل شي عملته كرمالها؟ أكيد، لكن شو رأيك؟ اخترت الحياة مع اللي بحب، ما بدي بعيد عنه، عم تفهمي؟ وما بيحق لك تتدخلي بحياتي.
نيفين بدي أقول لك شوية كلام. نيفين؟ نيفين شبكي؟ أنت منيحة؟ ولا شيء أبدا. كيف يعني ولا شيء؟ وشك ما عم يتفسر، طلعي فيني نيفين. ليكي عيونك كيف محمرة، بكيانة مو؟ عم بخسر شو أعمل نور؟ أنا نيفين دمرخان حاسة حالي إني عم بخسر كتير، ومو ممكن شي بالحياة يعوضني. نيفين ما قلنا نحن إنه ما بدنا يكون ماجد بحياتنا؟ أصلاً الكل صار بيعرف إنه ماجد وناريمان بيحبوا بعضهم. ماجد مو فرقانة معه يخسر كل شيء مقابل يربح ناريمان بس، وأنا مجرد وجوده بالشركة وبحياتي كان مربح. بشغلتت والله مو عرفانة. لازم نعيد حساباتنا. معك حق، أصلاً ما عندي غير هالحل. مثل ما قلت أنا مالي ربحان. قليلي، أنت كنتي بدك تقولي شي؟ شو؟ مو مهم. نادر بيك؟ تعال ماجد. تفضل عود. ليش يا نادر؟ ليش؟ ليش رجعت؟ ليش؟ ليش ظهرت بحياتي؟ أنا كنت نسيانتك وما عم فكر فيك. ليش رجعت؟ أنت تأخرت كتير. تأخرت وانت راجع لحتى تدمر لي حياتي. أريش خانم شو بك خير؟ طلعي نلعي من وشي. بس يا أريش خانم طلعي من هون قلتلك. طلعي أنا تعبت. كيف حابة يكون موديل شعرك؟ ما بعرف والله، يعني مثل أول مرة. أنت عم تحكي عن جد ولا عم تمزحي؟ خليه يكون شي تاني. رح أرفع لك ياهن لفوق شوي ونزل لك شوية خصل من تحت مشان يعملوا حركة. شو رأيك بهالموديل مرفات؟ والله ما بتفرق أبداً،
اعملي اللي بتشوفيه مناسب. انا صار لي سنين كوافيره وهي اول مره بلتقي بعروس مثلك، ما بيفرق عند الموديل، بس لا تقلقي ابدا ما رح تطلعي غير مبسوطه من هون. انا لهلا ما لقيت بالمجله موديل بيطير لي عقول، جاي عبالي اعمل مثل مارلين مونرو، شي جذاب وملفت للنظر، بدي الكل يغار، شي بيلبق لي كثير يعني. تعرفي مرباد، انا مو حاسه انه عرسك اليوم، لانه مارلين مونرو مهتمه اكثر منك، حاسستها هي العروس، متحمسه اكثر منك. الله يسامحكم، عم تتمسخروا. بدك الموديل مع المكياج؟ لشو المكياج؟ بعرف ساوي لحالي مرام. مو على كيفك مرفات، لأنك اليوم العروس، مشان هيك لا تردي عليها وساوي لها مرام. والله فخرية عم تحكي جواهر، لازمك مكياج. ساوي لها لنشوف. ناريمان، كان بيخطر شي ببالك أني خلص الدورة وافتح المحل؟ بتعرفي أنا لهلأ مو مصدقة. معك حق، أثبتتي للكل أصلاً بوقت قصير قديش أنت صاحبة إرادة، أنا كتير فرحت لك. بس لو كمال هو وأمه يتركوني شو بدك فيه؟ هو التاني كمان رح يتقبل كل شي مع الوقت، ولو كان عن جد بيحبك أكيد معك رح يكون. بالنهاية يا آسيا ما بيصح إلا الصحيح مثل ما بيقول المثل، اسمعي مني. ألو ماجد؟ هلأ حبيبي؟ بس أنا عند الكوفيرة بعدني. طيب ماشي تمام، جاية فوراً. ناريمان؟ لوين؟ ماجد اتصل. ماشي، إح الحب ما بيستنى طبعاً. ولو ما بعرف يا شيخنا شو بدي اقول لك، بس والله مضطرين على هالقصة. اهلا وسهلا باي وقت، واجبنا نحن نخدم عباد الله الصالحين قد ما بقدر ان شاء الله، ورح ساوي اللي بقدر عليه ان شاء الله. مولانا عارف، الله يكون معك خير ان شاء الله. شو هي المشكله تبعيتكو؟ والله بنتها لزهره اليوم رح تتجوز. الف مبروك على خير ان شاء الله. ويمكن هالعرس ما يصير. المشكله منا ولا منه؟ المشكله لا منه ولا منا، المشكلة خايفين يصير شي فركش العرس ويأخر الموضوع. نحن اليوم جايين لعندك مشان تعملنا شي يبقى يحميهم للعرسان بهالليلة عن عين الحساد. عطيني اسمعون، مين العرسان؟ عاصم العريس والعروس ميرفت. عاصم وميرفت. عاصم زهرة؟ لك شو عم بيقول؟ أنا بعرف نوران. الدعاء اللي رح أعطيكم يا هلأ بتقروه بتنفخوا فيه بالصحن وبالطعمي دغري للعريس. اكتبي نوران يلا. بعدين تكتبوا اسمه كنية 40 زلمة من اللي جايين على العرس، خاصة من أهل العريس مشان الحسد. وانتوا عم تدعوا الدعاء اللي رح أعطيكم يا هلأ، أهم شيء أنه هالرجال يكونوا صلع. لازم يكونوا صلع؟ نحن من وين رح نلاقي صلع؟ لازم نلاقيهم. سكتي، وشو منساوي بعدين؟ إذا طبقتوا هالحكي يا بنتي كل شي رح يكون منيح، وإن شاء الله أولادكم اليوم رح يتزوجوا. منقول إن شاء الله وكل شي بأمره وبحكمته. شكراً يا مولانا، وإن شاء الله خير. هو قال إنه نقرأ الدعاء ما هيك؟ خلصنا بقى. باب قلبي مفتوح، فوتي من غير ما تدقي عليه. ماجد؟
ماجد قول إنه أنت هون. هي الأوضة اللي كل يوم رح نتفرج فيها على الأفلام ونقعد فيها مع رفقاتنا أنا وإنتي يا حياتي وقت اللي بدنا. ماجد! ماجد وينك أنت؟ Huzurla yanar içim Çok şükür bin şükür seni bana verecek Hey oda rah tkun odat uladna ana wiyaki Tek günümüz sensiz kadere Ellerimiz bir gönüllerimiz bir Ne dağlar denizlerin Vakit kunt sghir kan eli w bukra bisir haddabdub la uladna Jayb dabdubak maak kama ماجد بحر سنسين بنا gülüşün cennet melekler nur saçmış aşkım yüzüne هون رح تتعلق لوحات السيدة ناريمان سولماز وهي أوضة نومنا ماجد سن وارسن هر يار حضور عجبك البيت çok şükür bin şükür seni bana verene yazmasın tek günümüz sensiz kadere ellerimiz bir gönüllerimiz bir ne dağlar denizlerin geldi sevene يا روحي انت قلبي من تك صاحبيني عمرك يا ريمي انا كمان لاخر يوم بحياتي رح احبك سن بنا gülüşün cennet melekler nur saçmış aşkım yüzüne مبسوطه مبسوطه من كل قلبي هذا هو البيت اللي رح نعيش فيه حياتنا Melekler nur saçmış aşkım yüzüne Melekler nur saçmış aşkım yüzüne عملت لي بشعري بناية بأربع طوابق فخرية؟ ليش نطيت لي مثل السعدان؟ تمشيطك ليش هيك؟ شو بهالتمشيطة؟ ما عجبتك؟ معقول؟ عجبتني عجبتني شعرك كأنه موديل لحفة تنكرية هذا من ذوقك يا أستاذ علاء أنا مو قصدي بدك ما تواخذيني بس وقت تعمليهم أنت بيكونوا أحلى خلص مو مشكلة أنت أصلا شو بيعرفك بالموضة؟ ومين سمح لك تقول رأيك فيني؟ والله أنا مو قصدي يا فخرية يا عيني عليك أنت أصلا ولا مرة شفت بنت مثلي بتعتني بحالة أصلا توقعتك تكون بتعرف تتعامل شوي مع البنت ناريمان؟ شعراتك مو ظابطين لما اتصلت فيني كنت عم ساوي شعري وطلعت قبل ما الكوافيرة تخلص لي اياهم مو حلوين مو هيك؟ يعني إذا بتخلصيهم بيطلعوا أحلى من هيك مشان شوفك اجيت بسرعة طيب خلص وهيك حلوين ما عجبك يعني؟ ما عجبني معقول؟ ماجد؟ نعم هلأ كأنه مديرك كتير منيح معك؟ هو هيك لو لا مستحيل أحصل على هيك بيت أصلاً أنا كمان قبلت بشرط ينخصم كالأول شهر من معاشي
ماجد، من هلا لما انت بدك تطلب البيتزا يا ريت بس ما تكون مطلوبه قبل بوقت مشان ما تبرد. هي مو بيتزا، بوظه. كانه انت معصبه مني نريمان. حكيك عن شعري ما بيعصب بالمره، ما هيك؟ قديش صاروا نوران؟ 26. وهلا شو رح نساوي؟ شبكي؟ يعني انت معقول بتشوفي الموضوع بهالسهوله؟ ايش هو الطلب الغريب؟ وليش صلعان؟ والله الشيخ شغله. في المصور يلي جنبنا. إيه بس هو مو اصلع. شلون مو اصلع بقى؟ كلهم كم خصله وبردن على جهه واحده. ايه خلاص ماشي، رح سجل اسمه كمان. وكمان في حماها الحنيفه يوسف. يوسف هذا مو اصلع، شعره مثل السجاده. مزبوط. في البقال القديم اللي اسمه عبد الرحمن. رمزي. رمزي. بس هو شعراته على جنب مو هيك؟ ايه مو مهم، من فوق اصلع. ايه صاروا 28. يا ريت كمان لو اخي اصلع، بس ما شاء الله مشعراني كثير. زهرة، من وين رح نجيب ال 12؟ يا كمال تعال برا لشوف. خير امي؟ شوفي قول، مو قلت رح تحكيها؟ ايه حكيتها والله. انت كان لازم توقفها عن حدها مشان كلهم يخافوا منك ويحسبوا حسابك. لا الموضوع اكبر من هيك. كيف يعني؟ احكي في شي. اهلها عم يكبروا براسها وبدها تتطلق، وقالت لي انه مستحيل ترجع لي واني ما افتح هذا الموضوع. يا سلام، وقت كنت قول ما تصدقني. بس بدي افهم، انت مو على اساس هلا رجال ومسموع على كلمتك؟ بكره بتولد وبتحرمني اني اشوف حفيدي. انا من حقي كمان بس يجي حفيدي اني افرح فيه منيح مثل العالم. خلاص والله يا امي بوعدك انه الموضوع ينحل. انت لا تاكلي هم، انا رح حل المشكله وحفيدك رح يكون بحضنك. روقي شوي. حتحلها؟ ما فهمت. خلاص انت رجعي على البيت هلا وارتاحي وبتشوفي. ايه فخريه، فخريه، فخرية وينك انتي؟ شو بدك؟ ليش في منشفة فوق راسك؟ لأني حممت شعري. يعني رحتي على الكوافيرة مشان بالأخير تحمميه بالله؟ ايه ما كتير عجبني. أصلاً أنا بعرف أعمله أحلى من هيك، رح ساويه هلأ، يعني يكون موديل بسيط مو معجق، ما بحب العجقة أصلاً أنا. بتلحقي تعمليه من هون للسهرة؟ والله ما بعرف، رح حاول كون جاهزة. بتحبي أعمل لك يا أنا؟ عن جد عم تحكي؟ عادي لشوف. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أهلي يشرفنا. أهلا وسهلا يا جماعة. أهلا فيكي. أهلا وسهلا. نبعث إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله تشوفي أولادهم. إن شاء الله الله يسمع منك عفت. يلا فوتي لجوا. زهرة ما في حدا من أهل العريس موجود، معقول هالشي؟ ونحن صرنا عيلته هلا، يعني مو هيك عفت خانو؟ والله عندك حق. شو هالحظ اللي إله هالمعتر عاصم يا حسرة؟ الأم راحت والأب كمان راح. خالة عفت نسيانتيني مو هيك؟ مالي من أهل العريس معلوم؟ يا حياتي ما كنت شايفتك والله يا حياتي. أنا دخيله الحلو الأمور. يلا يلا ألف مبروك. تفضلي حبيبتي. الله يمضي هالعرس على خير. شو بعاصي ليش تأخر هالقد؟ أمي خلص هلأ بيجي روقي. مرحبا. يلا بقى تأخرنا كتير. طول بالك روق. شلون شايفني؟ طالع غير شكل. يلا امشي. يعني معقول أنا ما فيني إجي معكم؟ لأنك بتعرف شو رح يصير. مزبوط، مو ناقصنا حكي من العالم ومصايب. وليش شو هالحظ؟ فخرية أنت شو عم تعملي معهم؟ ما أنك شايف يعني إنه رايحين على العرس؟ تعي لشوف. شو عم تعملي مع هالتافة؟ أنت مو ملاحظ إنك زودتها ماجد؟ ولا أهلك ما علموك؟ حارتنا مو مثل الشارع تبعكن يا ماجد بيك. جهاد ماجد لو سمحت
جهاد امشي قدامي، امشي لشوف. يلا هلا ما رح احكي معك ولا كلمه. ناريمان رح روح قبلك. انت روحي ولا يهمك. جهاد عطول بيحكي شروي غروي هيك، ما ترد عليه. انا كرمالك بطنش الدنيا كلها، المهم انت ما تتضايق. ما رح اتضايق من حدا طالما انت معي. انا رح روح مشان ما اتاخر ماجد. ماشي يلا بشوفك. بشوفك ناريمان. مو معقول شو حلوة. شلونك؟ أهلا وسهلا زميرة. ليكني أمي، أخبارك تمام؟ جيت وجبت جهاد، رح شوف ميرفت. لك حدا يقول لي شو أبو عاصم؟ ألف مبروك. ألف مبروك خالة زهرة. يلا هلأ فوتوا أنت وياها. يلا ألف مبروك. أهلين وسهلين. مرحبا. طمنيني، تركت ماجد بعد ما أنت رحتي وإجيت. ليكي عمو فايز هنيك. وين ليلى نوران؟ يا الله دخيلك، ليش تأخر لهلأ أبوك؟ ليش ما خبرك؟ لا بدي اتصل فيه. هي فايزة شو بدها؟ ما تكون هون بس؟ لا مستحيل. ايه فايزة حياتي؟ ما تأخرت سليم؟ اليوم كان عندي اجتماع، رح خلص شغل وإجي. إيه كنت خبرني بس مشان ما أقلق عليك حبيبي. ما تواخذيني، بس ارجع منحكي، لا تخافي علي. طيب سليم قال عنده اجتماع ورح يتأخر بالرجع على البيت. نيفين؟ نعم أمي. اليوم كان في عندكم شي اجتماع بخص الشغل؟ حسب علمي مو اليوم. بالله؟ إيه؟ معقول عم يكذب؟ بتكون شكت وما انتبهنا؟ ما بظن. والله إذا شكت بتكون آخرتنا وما بنخلص. رؤي ما رح يصير شي، ما تهتمي. هلأ خلينا ننبسط وما نفكر بشي أبدا، فيكي تاخدي راحتك على الأخير. هاي ليلى كتير زودتها، ما حلوة منها ما تجي. مو وعدتك إنه بدها تحضر العرس؟ معقول هي؟ استنى هلأ أكيد بتجي. أي بدنا إن شاء الله. يا عمري يلا هلأ روحي. ليكن قاعدين هوني. شكرا يا أولاد، لعند أهليكن. يلا يلا لشوف. زهرة كيف الأمور؟ أخ يا نوران، قولي وادعي إن شاء الله على خير، هالعرس يمرق. بيمرق بيمرق، ريحي قلبك أنتي، لأنه نفذنا التعليمات كل شي رح يزبط وكل شي رح يكون منيح. خلص زهرة اتكلي على الله. رايحة أشوف العالم. يا شباب مثل ما اتفقنا ماشي، ما تخلوا شي على حاله بالمحل. ما تاكل هم، حكسر لك كل شي. ايه لنشوف. خود هي إلك. خود
اسمعوني ما تتأخروا ماشي؟ ساعة ونص بالكتير وبتكونوا هون. أمرك أخي. يلا. نعم علاء. لا ماني جاي، كنت عم فكر اني روح على العرس وفاجئهم. يلا بشوفك. حبيبتي ميرفت، انت وقفتي معنا كلنا، واجا الوقت اللي نوقف فيه معك. انت بالنسبه لنا اكثر من الاخت. لا تقولي رح تتجوزي وتبعدي. اسمعي، انا رح ضل جنبك لو شو ما صار. انا مالي غيرك انت واختك، عم تفهمي؟ يا حياتي. ما شاء الله كل يلي عزمناهن اجوا. رح يكون عرس بجنن مزبوط؟ ان شاء الله. انا متفائل وحاسس انه العرس رح يمر على خير ميرفت. ان شاء الله عاصم. ان شاء الله. اين الحسود تطق وتبلى بالعمى؟ ان شاء الله جازة الدهر يا حق. يا حياتي ما شاء الله كتير طالعة حلوة. حتروحي بتتركيني يا ميرفت؟ معقولة؟ زهرة خانم لشو البكي هلأ؟ لازم تفرحي ما هيك؟ مزبوط يا عمري معك حق، بس ما قدرت اتحمل حالي. عقبال ما افرح فيك انت التاني كمان يا عاصي. عاصم شوف شو جبت. ميرفت ليك هاي معلقتك خليها معك، اصحك توقع. انت كمان عاصم امسك من ايدي. تاخدوا كل واحد معلقة كبيرة وعم بستنى برا، وبس تخلصوا تعوا تمام؟ ليش هاد؟ هيك العادة عنا، قبل كتب الكتاب بناكل عسل. يلا بسرعة عاصي قرب يجي المأذون، ما تنسوا تاكلوا العسل ماشي؟ يلا تعا. ميرفت انتي أول حياتي. هالنسوة شو آسيا؟ نسيت كاميرا التصوير بالمحل. ايه معلش بتصوري بالموبايل. ايه ما بدي ميرفت تزعل مني، بس دقيقتين بجيبها وبجي. تأخر الوقت وأنا صار لازم إني أمشي بقى. ما فيك تضلي كمان شوي ليلى؟ سليم بك، أنا كمان جاي على بالي أبقى جنبك، بس وضعي وأنت بتعرفه ما فيني أكون معك أكتر من هيك. خجلتني. أعزائي الحضور، ديروا وشكن لعندي. شكراً لحضوركم وأهلا وسهلا فيكم. باركولنا للعروسين. بتمنى من قلبي يكون عمركم طويل وحياتكم سعيدة، والله يطعمكم الخلف الصالح، وتكون أيامكم كلها حب وسعادة وأمل. المحبة اللي جمعتكم إن شاء الله بتضلها آخر يوم بعمركم. آسيا وينها؟ مو هون من شوي كانت؟ يف إلا ما يصير شي يعني. وهلأ وبعد إذن الحضور رح نكتب الكتاب، لو سمحتي الاسم والكني. ميرفت غوندوان. وعريسنا اسمك؟ عاصم باموك. باموك، إن شاء الله عريسنا الغالي تكون أيامه كلها حلوة بجنب عروستنا الحلوة، وما يضل خجول طول عمره، مو هيك؟ طبعاً طبعاً. احترام الزوجة لا يعتبر ضعف ولا إهانة، لأنه هذا الشيء بينعكس على تربية أطفالكم. خلصنا كتب بقى الكتاب وبيأمن لهم. خلص كلامه طولي بالك شوي. تقدمت لمجلس بلديتنا بطلب الزواج الفوري، وبعد إنهاء الإجراءات القانونية تبين لنا أنه ما في مانع من زواجكم. وهلأ بدي أسأل كل واحد فيكم
عن رغبته بالزواج واذا كان في مانع او لا. اسيا مو هون، وين بتكون فضل. راحت؟ قال راحت على المحل تجيب الكاميرا، ما رجعت من المحل. هل تقبل يا عاصم باموك زوجا لك؟ ما في حدا، خلونا نبلش. يلا يا شباب.